4. مجلس إدارة نادي الصيد خد قرار أول امبارح بشطب المستشار خالد الزين، وأنا برفض هذا القرار جملة وتفصيلا، لأن مش حاجة اسمها بالشطب، لازم يكون في تحقيق وبعد التحقيق تاخد القرار. ماشي، قرار خاطئ من وجهة نظر أنا، خاطئ مش لشخص المستشار خالد زين، لأي حد في النادي، هو راجل قضاء وهعرف يجيب حقه يعني. قامت اللجنة الأولمبية بعتت خطاب للوزارة بتقول لها احنا متمسكين بالمادة رقم كذا في القانون 77 لسنة 75، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ما انت مقتنع بالقانون اهو اللي بتقول ما تشتغلش بيه وما تعملش بيه وما تخليش بيه وما تسويش بيه، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. بتتدخل في نادي الشمس عشان تبعت واحد بعينه او تشيل واحد بعينه ما يبقاش موجود في قصة الثمان سنوات والقصة والحدوتة والليلة، وعايز في نفس الوقت انك تلجأ للقانون اللي انت رافضه في نادي الصيد. طب الوزارة لو حطت ايديها هتقول تدخل حكومي، لو ما حطتش ايديها هتقول لا لازم تتدخل عشان ده شخص رئيس اللجنة الاولمبية، وعشان رئيس اللجنة الاولمبية الوزارة يبقى في تدخل حكومي؟ ما تقولولنا ميزان واحد نمشي عليه. انا بقول لك اهو، انا رافض تماما مبدا شطب المستشار خالد زين او غيره دون تحقيق، دون تحقيق. وانا كنت بما فيه الكفايه من الاحترام لنفسي وللمشاهد لما دخل الاستاذ عمرو السعيد قلت الطرف الثاني الطرف الاخر يدخل اللي هو المستشار خالد زين، ولما دخلش جبنا رئيس الاتحاد المصري للجمباز اللي اقر ان كان في تطاول وقال كاد ان يصل الى الترشق او الضرب، وانا باكد له انه كان في اعتداء من طرف على الاخر، بؤكد له تمام اليقين. صحيح استاذ عمرو السعيد مش دوره انه يجمع توقعات، ومش دوره انه يقول للناس اسحبوا الثقه، ولا ليه حق في ده، هو مخطئ 100% في ده، لكنه ان انا بالالفاظ وبالضرب وبالتعدي لا، ده امر غير مقبول. وبالتالي نادي الصيد لما ينتفض لنائب الرئيس ولكن ينتفض بالقانون، مفيش حاجه اسمها شاب، حاجه اسمها تحقيق، وبعد التحقيق يبقى في خطوه اخرى. رئيس اللجنة الأولمبية رفض قرار شطب من نادي الصيد، محدش يقدر يشطبني، وحطب اللي هو النائب بتاعه يدعو لاجتماع طارئ بالأولمبية للتصدي لتجاوزات النادي. ماشي، حلو، تمام، كل ده جميل. اللجنة الأولمبية تمنح نادي الصيد مهلة 48 ساعة لإلغاء شطب أدوية خالد زين، ده بعد الاجتماع. قال إن المجلس منح 48 ساعة إلغاء قرار الذي يصف بأنه غير قانوني، شدد على أن اللجنة الأولمبية سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه النادي في حال الإصرار على القرار. يذكر ان خالد زين في كوريا الجنوبيه حاليا، كان رئيس نادي الصيد، كان نادي الصيد قد شطب أدوية زين بعد ما بدر منه تجاه عمرو السعيد نائب رئيس النادي في اجتماع الجماعيه لهم اتحاد الجمباز، وما جعل السعيد يحرر محضرا ضد زين الذي جذبه من قميصه ووجه له السباب على مرأة ومسمع من اعضاء الجمعيه العموميه، وقبل السعيد موقف زين بهدوء واكد انه سيحصل على حقه بالقانون، سوف يشكوه للجنه الاولمبيه الدوليه. الله، اشمعنى دلوقتي رجعنا للقانون؟ اشمعنى دلوقتي افتكرنا ان في قانون؟ الكلب مكيالين، وعلى مزاجي افصل القانون على مزاجي، لما يكون في حاجه لمصلحتي اقولها، لما يكون في حاجه ضدي الغيها. وانا برضو للمره الالف، انتوا مستعجلين ليه كده قوي على الثمان سنين ده؟ احنا لسه بنقول يا هادي. ايه هذا الفكر السطحي اللي يخلي قانون للرياضة في مصر المفروض ينقلك مع بلد بتتنقل، بورصتها بتتظبط، مشاريعها بتشتغل، طرقها بتترصف، فدادينها بتستصلح، فعايز تمشي ده في الرياضة؟ رايح ترجعني كل القصة 8 سنين يا اخي، اقعد 3 ثواني مش 8 سنين. ايه الكلبشة اللي في المناصب دي؟ لا اله الا الله. هو في ايه؟ محمود المليجي في الفيلم الارض لو عطشانة نرويها بدمانة؟ ايه في ايه؟ هي بتكسبكوا قد كده ولا ايه؟ ايه شرح المناصب ده؟ ما انتوا جيتوا كلكم بالاصرار على 8 سنين، مجالس ادارات الانديه اللي انتخبت كلها اهلي وزمالك وترسانه وشمس ولجنه اولمبيه واتحادات مش عارف، كلها جت بالثمان سنين. اشمعنى اول ما جيت عايز تلغي الثمان سنين؟ ما تقفلوا انتوا كلكم، ايوه احنا عايزين 8 سنين وخلصت. طالما ولا كانت القصه حسن حمدي والخطيب؟ كانت القصه ممدوح عباس؟ كانت القصه مين؟ ما تقولوا لنا عشان نبقى عارفين، قولوا لنا القصه ايه. انا كل مره بقول الكلام ده وكل مره مصمم عليه. عملت انتخابات، خلاص يا عم احنا وافقنا،
وجي المهندس محمود طاهر ربنا يبارك له، وجي المستشار مرتضى منصور ربنا يبارك له، وجي المستشار خالد زين ربنا يبارك له، وجي الاستاذ احمد جبر ربنا يبارك له، خلاص تمام اشتغلوا وايدوا بقى. وعم بعدين يا عم النهارده ما ممكن مرتضى منصور ده يحول الزمالك لجنه، محمود طاهر ده يحول الاهلي لجنه، ويجي الناس يقول لك لا ده هيمشي ولا ده هيمشي، وده مش حاجه منزله من السماء. او يمشي اربع سنوات والناس تشوف الفرق ويرجع تاني ويا مين يعيش، ده النفس طالع مش عارفين راجع ولا لا، يا مين يعيش؟ ايه الصراع ده؟ وصراع على ايه؟ اعملوا صراع على البونة مرة مش على الهدم، اعملوا صراع عشان حاجة نبني بيها، اعملوا صراع على استثمار رياضي، اعملوا صراع على دخول للأندية، اعملوا صراع على فلوس هتكسبها الاتحادات والأندية، اعملوا صراع على رعايات ينقل الرياضة نقلة تانية خالص، اعملوا صراع على انشاءات رياضية، اعملوا صراع على ملاعب مفتوحة، اعملوا صراع على الحصول على ميداليات، اعملوا صراع على لعيبة شباب، اعملوا صراع على مدارس رياضات، اعملوا صراع على الرياضة للجميع. ده الصراع اللي مطلوب منكم. ايه الخناقات اللي موجودة في الشارع دي؟ وعلى ايه 8 سنين؟ ما تتحرق ال 8 سنين يا اخي، اقعد 8 سنين وسلم قول سلام. وعايز ترجع تاني ارجع بعد 4 سنين، كنا هنشوف نفس الوجوه نفس الاشكال ليه؟ ما انا قلت لكم انا مع الثمان سنين بس مش بأثر راجعي. وناس قالوا لا فرج عامر، بصوا فرج عامر ده قال نادي سموحه ده من نادي قد كده النادي قد كده، لكن خلاص في قانون. حسين صبور ده نقل نادي الصيد نقله عالميه، وليد مراد نقله عالميه، زاهر عبد الرحمن نقله عالميه، لكن خلاص جم ناس جداد يشتغلوا ويشوف يمكن يعمل ده قد اللي عمله حسين صبور 100 مره، وقد اللي عمله حسن حمدي 100 مره، وقد اللي عمله وليد مراد 100 مره، وقد اللي عمله مش عارف مين 100 مره. هي الميداليات اللي خدناها قبل كده كانت باسم محمود احمد علي السته اللي كانوا في الاولمبياد؟ لا طبعا، ولا دول باسم خالد زين، ابدا ابدا ابدا. ما تعملوا صراع على البنى، وانتوا ايه الصراع اللي على الثمان سنين ده؟ ايه الخناقه الغريبه دي؟ حاجه عجيبه، كل الكلام 8 سنين 8 سنين 8 سنين يا عم امشي. وبعدين اللي بينتج في اي مكان، يا ناس زي محمد مصلحي مثلا في اتحاد سكندري، هو ده كان يقعد في النادي زي ما هو عايز، راجل مشي لما نادي احتاجه، راح للمئويه ومعاه واحد من اعضاء مجلس اداره محترم اسمه شريف ابراهيم، وحطوا ايديهم في ايد بعض وخلوا نادي الاتحاد زي الفل، ولمعوه ونوروه وعملوا احتفال بالمئويه ومشي. هو مش في حاجه في الاتحاد، مش في النادي. عندنا في نادي طنطا، في نادي طنطا الناس لما بيجوا من القاهره يدخلوا نادي طنطا بيجي لهم حاله ذهول. والله العظيم نادي مش عايز اقول لكم اجمل من الاهلي ومن الزمالك، والراجل موجود فازع ربيبه انطبق عليه 8 سنوات مفيش مشكله، ونقل النادي نقله ثانيه خالص. وقبليه كان المستشار الزند، حدش كتير يعرف ان المستشار الزند كان رئيس نادي طنطا يجي 6 سنوات وعمل دور اكتر من محترم، وفضل كان بالتعيين لفتره طويله جدا. بعدين طبق عليه القانون وجي فايز عريبي وعمل شغل محترم. خلاص ساعد في ناديك يا اخي، كبر ناديك، نجحه. ايه الخناقه دي؟ ايه ده؟